ازيكم؟ انا افراح. النهارده انا عايزه اكلمكم عن خل التفاح وايه علاقته بالتخسيس. في الفيديو ده انا هغطي ايه علاقه خل التفاح بالتخسيس، ازاي خل التفاح ممكن يساعدنا ان احنا فعلا نخسر وزن، ايه فوائد خل التفاح بشكل عام للجسم، وايه دوره في ان هو فعلا بيساعد الجسم ان هو يخس، واهم حاجه ايه هي الطريقه الصحيحه اللي نستخدم بيها خل التفاح عشان فعلا نخسر وزن. طبعا لو عايزين تعرفوا اكتر خليكم معايا. مبدئيا كده خل التفاح مشهور طبعا، وفي ناس كتيره جدا بتسمع ان هو بيخسس، بس في ناس كتيره برضو بتسمع حاجات كتيره جدا عن خل التفاح، ان هو ممكن يكون مضر، ان هو ممكن يكون بيخسس، ان هو ممكن يكون ما بيخسس. كل الاوهام، والحقيقه انا هنا عشان اوضح ايه هو خل التفاح اصلا وايه علاقته بموضوع التخسيس. حقيقه خل التفاح ان هو اسيد او هو حمض، ودوره بيلعب على موضوع البي اتش. ايه هو البي اتش؟ البي اتش هو سكيل او زي شيء بيقيس درجه الحموضه والقلويه في الجسم. طب ليه ده مهم؟ الاجسام بشكل عام بيبقى فيها حمضيه وبيبقى فيها قلويه، مفيش جسم حمضي 100% ومفيش جسم قلوي 100%. اجزاء من الجسم بتكون حمضيه واجزاء من الجسم بتكون قلويه. في موضوع التخسيس ايه هو اللي يهمنا في موضوع الحمضيه والقلويه؟ اللي يهمنا في موضوع الحمضيه والقلويه الدم، نسبه حمضيه او قلويه الدم. طبعا طبقا للنظام اللي احنا بناكل بيه معظم الناس وحياه معظم الناس، الدم بيكون قلوي، على عكس ما ممكن في ناس كتيره جدا تتخيل ان ممكن يكون الدم حمضي فلذلك الناس ما بتخسرش وزن. في الحقيقه هو انه الدم اذا قلوي او حمضي بشكل اكستريم ساعتها مش هنخسر وزن. طب ايه المطلوب؟ المطلوب ان احنا نوازن البي اتش. هنا يجي دور خل التفاح. خل التفاح دوره ان هو كحمض بيوازن البي اتش في دم الانسان فيساعده ان هو يخسر وزن. فوائد عامه بالنسبه لخل التفاح: خل التفاح بشكل عام بيوازن البي اتش او الحمضيه والقلويه في الجسم الانسان، بيساعد على سرعه الهضم وامتصاص البروتينات بشكل اسرع، بيساعد على القضاء على الامساك، كمان بيساعد على القضاء على التشنجات وخصوصا التشنجات اللي بتحصل في سمانه الرجل او الرجلين بشكل عام. كمان عن خل التفاح في ناس كتيره جدا ما تعرفهاش، ان احنا لما بيجي لنا عوارض برد او اي حاجه احنا ممكن ناخد معلقه خل التفاح على كوبايه ميه، تبقى مفعولها زي مفعول الليمون بالظبط، لان هو الحمض اللي موجود فيه هو اللي بيساعد على توقيف بسرعه اي اعراض برد او اي حاجه. طبعا في انواع خل تفاح كتيره جدا في السوق، بس طبعا احنا عشان نحصل على افضل النتائج انا بنقي الانواع اللي انا عارفه ان هي فعلا خل تفاح صافي عضوي. طبعا ان شاء الله باذن الله انا هوريكم النوع اللي انا بستخدمه، اتمنى من كل قلبي ان انتوا تلاقوه. مش لازم نفس البراند، مش لازم نفس المنتج، بس دوروا على الحاجات اللي انا هوريها لكم دلوقتي دي، عشان بحيث ما تبقوش بتاخدوا حاجه تجاريه مش اكتر، مش هتفيدكم في اي حاجه. طبعا ميزه خل التفاح العضوي ان هو نسبه الحموضه اللي بتكون فيه بتكون قليله شويه. زي ما انتوا شايفين كده، انا هوريكم الازازه اللي انا بستخدمها. زي ما انتوا شايفين كده مكتوب عليه خل تفاح طبيعي عضوي، تمام؟ ده المطلوب ان هو يكون عضوي بحيث ان هو ما يكونش يعني ايه مخلوط باي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده مكتوب عليه بالعربي برضو: غير ممدد، غير مقطر، غير مبستر، تركيز حموضه 8.5%. بس انا اللي يهمني ان هو فعلا عضوي وغير مخفف وغير مقطر، ويعني على طبيعته زي ما انتوا شايفينه كده غامق، ده لانه اصلي ومش مخلوط باي حاجه. كمان هوريكم حاجه جميله جدا، لو شفتوا المحتويات بتاعته جميله، يعني حاجه محترمه يعني. طبعا انا اتكلمت قبل كده في كذا فيديو عن موضوع البوتاسيوم. البوتاسيوم بيساعد الجسم على التخلص من الوزن الزايد والدهون والحرق والحاجات دي كلها، فانت هتشوفوا ان هو من ضمن مكوناته الاساسيه موضوع البوتاسيوم. زي ما انتوا شايفين كده في مثلا بوتاسيوم 10% حوالي 1500 ملي جرام، كالسيوم 140 ملي جرام، مغنيسيوم 190، فوسفور 80 ملي جرام، حديد 8 ملي جرام، منجنيز 110 ملي جرام، صوديوم 18 ملي جرام، يعني قليل جدا. هو ده اكتر حاجة احنا مش عاوزينها اصلا، ولذلك هي قليلة جدا. انزيمات، في انزيمات طبعا الياف منحله، مضاد اكسده مفيد جدا طبعا لمضادات للشيخوخه، جميل جدا.
وفي بيتا كاروتين وحمض التفاح، وزي ما انتم شايفين بيقول لك يصبح اللون عاتما بعد الفتح بسبب النشاط الانزيمي. طبعا انا النوع ده بستخدمه على فكره من سنه 2015 على فكره، وبصراحه يعني انا اتمنى يكون متوفر في البلاد التانية ان شاء الله، حتى لو مش نفس المنتج ممكن يبقى منتج تاني، بس يا ريت تدوروا على الانواع العضويه مش بس الانواع التجاريه علشان ان شاء الله تستفيدوا احسن استفاده. طيب ايه الطريقة الصحيحة اللي احنا نستخدم بيها خل التفاح علشان نخس؟ الطريقة سهلة جدا وبسيطة، وانا هشرحها بمنتهى الوضوح عشان الناس كلها تفهم ان هي دي الطريقة الصحيحة ودي الطريقة الوحيدة اللي انا شخصيا ارشحها. الطريقة دي اللي قال لي عليها دكتور تغذية وقال لي تستخدميها بالطريقة دي، فانا كمان هقول لكم عليها علشان تستفيدوا منها ان شاء الله. مبدئيا كده التوقيت بتاع خل التفاح بناخده امتى؟ بيتاخد قبل كل وجبة، يعني لو انتوا بتاكلوا 3 وجبات يبقى هيتاخد مرة قبل الفطار، مرة قبل الغداء، مرة قبل العشاء. لو انت تاكل وجبتين نفس الحكايه، المهم ان هو بيتاخد قبل الاكل مش بعد الاكل. هتحتاجوا كوبايه ميه، طبعا كوبايه ميه كبيره زي ما انتم شايفين. هتحتاجوا خل التفاح، انا هاخد 2 معلقة كبار من خل التفاح واحطهم على الميه دي، وكمان هتحتاجوا معلقه عصير ليمون. عصير الليمون طبعا زي ما انا قلت قبل كده هو بيساعد برضو على ان احنا نوازن الحمضيه والقلويه بتاعه الدم والتخلص من السموم وحرق الدهون. فدلوقتي دي ميه عليها خل التفاح وعليها عصير الليمون، وانا دلوقتي مفطرتش وانا هشربها عادي جدا. على فكره طعمها حلو، وممكن تضيفوا عليها مثلا جنزبيل لو انتوا عاوزين، بس مش لازم يعني مش اساسي. بس زي ما انتوا شفتوا كده الموضوع سهل جدا وبسيط. انا حبيت اوضح ان خل التفاح مش حاجه سحريه، مش لوحده هو اللي هيخسسنا، مش لوحده هو اللي هيخلينا نخسر دهون. طبعا لازم خل التفاح لو استخدمناه بالطريقه دي يكون مع اكل صحي، طبعا مع رياضه. خل التفاح هيخلي الجسم يتخلص ويحرق دهون بشكل اسرع وبشكل اسهل، هيسهل الموضوع على الجسم. لكن خل التفاح في حد ذاته مش ماده تخسسكم لوحدها، لكن هو كعامل مساعد على التخسيس فهو علميا مثبت ان هو بيعادل وبيوازن الحمضيه والقلويه في الدم. فطبعا هو خل التفاح جميل جدا ولذيذ جدا، وانا ارشحه طبعا، بس يا ريت لو سمحتوا تستخدموه بنفس الطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي عشان ان شاء الله تستفيدوا منه احسن استفاده. طبعا اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عندكم اي اسئله يا ريت تكتبوها لي بالتعليقات، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وما تنسوش تعملوا اشتراك عشان تشوفوا الفيديوهات الجايه. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.